وسهلا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير الفلون على الطريقة الإسبانية. يجي رائع ولذيذ جدا والقوام تاعه متماسك، ونخلطوه يعني في الخلاط وما يحتاج مقادير كثيرة وسهل التحضير يعني، وحتى في الوقت ما نحتاجوش وقت كبير لتحضيره. إذا لتحضير الفلون على الطريقة الإسبانية نحتاج إلى 4 بيض، 2 كيسان كريمة سائلة ما يعادل 450 ملليلتر، نسلي أو الحليب مكثف المحلى، 2 مغارف صغار فانيليا، ربع كاس ماء، تقريبا كاس أو 150 غرام سكر عادي، تقريبا كاس كبير تاع حليب. بسم الله نبدأ في طريقة الكراميل تاعنا. إذا نديرو السكر تاعنا في المقلاة ونزيدو له ربع كاس تاع الماء، ونديروها فوق النار ونقابلوها مليح، نخلوها تقريبا 10 دقايق كي تولي كراميل. نفروها نفروه فوق الصينية اللي غادي نديرو فيها. ونمشو الكراميل تاعنا على كامل جوانب الصينية. هنا في هذه المرحلة نخدمو بالخفق قبل ما يجمد لنا الكراميل وما يبغيش يتحرك لنا. إذا نحركوه بالخفق هكذاك مدانا حاني. هكذا راح نخدمو الفلون تاعنا. إذا راح نحتاجو ميكسر أو الخلاط. اذا اول شيء نديرو النسلي تاعنا او الحليب المكثف المحلى، ثاني شيء نزيدو له كريمة سائلة هكذا، ثم الحليب، البيض، وآخر شيء الفانيليا. خلاص الان راح نخلوه يتخلط في الخلاط او ميكسر هذه مده دقيقه كامله ونحبس الخلاط. اذا راح يكمل دقيقه كامله من الخلط، ما تخلوهاش اكثر من دقيقه، فقط دقيقه يعني كفايه. الان راح نفرغوا الخليط تاعنا فوق الصينيه. اذا اول شيء نديرو في الصينيه تاعنا نديرو هكا اون سيرفييت من تحت، ونحطو فوقها الصينية تاعنا اللي درنا فيها الكراميل، هكذا نفرغوه كامل في الصينية تاعنا. قادرين نتوما يعني ديروه في ديغام كان صغار، جو منفردين يعني كل واحد وتاعه، كيما قادرين ديروها في صينية كبيرة وتقطعوها يعني طروفها صغار، هذا الشيء يرجع لكم كيما تبغوا. اذا هنا كيما قلت لكم بعد ما درنا السربيته هنا او السيرفيات راح يطيب في حمام مائي او حمام مريم او باماري. راح نضيفو هنا عندي ماء سخون يعني درجة الغليان، ونفرغوه هكذا في الصينية باش الفلون تاعنا يطيب في حمام مريم او باماري. هكذا فوالا، وندخلوه للفرن اللي كنا شعلناه من قبل
ودرناه في درجة حرارة 350، راح نخلوه يطيب فيها لمدة 40 دقيقة. كي تشوفوه يعني جمد قاع وما ولاش قاع سائل، تخرجوه من الفرن يعني بعد مرور 40 دقيقة من الطياب. إذن بعد مرور 40 دقيقة من الطياب في الفرن، بعد 40 دقيقة يعني تبداو بالكوردون تاعكم تدخلوه في الفلون تاعنا. إذا شفتوه يعني يخرج ناشف فتكون طابت، على حسب الفرن تاعكم. وإذا كانت مازال خصها شوية تخلوها تزيد تطيب، هي عندها ما بين 40 و50 دقيقة، لكن 40 دقيقة هذيك هي. هكذا ندخلو فيها الكوردون ونخرجوه، كي تشوفوه خرج ناشف عرفوا باللي راهي طايبة. الآن راح نخلوها 10 دقائق تقعد برا، 10 دقائق تريح، بعد ندخلوها للثلاجة تقعد لمدة ساعتين. نشوفوا الفلون تاعنا راه واجد، فلون على الطريقة الإسبانية كما راكم تشوفوا، الشكل النيجي رائع والمذاق أروع وأروع. إن شاء الله تجربوه وتأكدوا من هذا الشيء، يعني ما شفتوه في تحضيره ما يحتاج حاجة كبيرة، سهل التحضير ومقاديره تاني مشي بزاف. تقدروا ديروه يعني كتحلية بعد الغداء أو بعد العشاء، أو حتى يعني ديروه في رمضان في سهرات رمضانية تأكلوه في الليل. أنا صراحة يعجبني بزاف هذا الفلون، أكثر يعني من الفلون على الطريقة المعتادة اللي يديروها جميع الناس. ننصحكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.